فظهرت الان قناه الطيب اسبورت الارضيه على القمر اللي هقول لك عليه على طبق متر زي ما انت شايف. دي كده القناه اهي هوريها لك حالا، قناه التايم اسبورت الارضيه. ايه هو القمر؟ القمر هو القمر يوتلسات 7 شرق. يعني انت لو معاك طبق متر وجه الطبق بتاعك على القمر يوتلسات 7 شرق وهتتفرج على مباراه الاهلي والقطن الكاميروني. بص قدامك هنا في الصوره، تعالى كده انا هوريك حاجه. بص هنا كده وركز كده للي انا هقول لك عليه. بص هنا، بصوا يا رب يكون الصورة واضحة معايا. دي كده قناة، طبعا ده القمر يوتلسات 7 شرق اهوت، قناة البي بي سي جايبة معايا اشارة 93% اهو زي ما انت شايف على طبق متر اهوت. نجيب كده القناة اللي ظهرت معايا، فين هي القناة اهي، نطلع كده فوق القناة اهيت على التردد دوت اهو زي ما انت شايف، دي قدام عينك اهي. التردد اللي هو كام؟ هو 12695 قطبية في او عمودي او رأسي او فيرتيكال، معدل ترميز 7200. يا رب يكون انت شايف واصله لك كويس. جايبه معايا اشارة 72% على طبق متر قناة او القناة اللي اسمها فيد او قناة تايم سبورت الارضية. لو انت مش عارف تتفرج او مش عندك، لو عايز تتفرج فضائي عبر القمر الصناعي، يعني انت لو خارج جمهورية مصر العربية، يبقى هو الحل يا صديقي انك يكون معاك طبق متر زي اللي ورا ده، وتركب العدسة وتوجه الطبق بتاعك على القمر يوتلسات 7 شرق، وتنزل معايا التردد اللي هتنزل معانا قناة الاو بي. طبعا ما ينفعش اهي، اشيل كده الاشارة اهي، دي كده القناة اهي، وجايبة معايا طبعا التعليق اهو، جايبة معايا الصورة. يا رب يكون انا وضحت لك كويس. دي كده فيد او قناة ظهرت معانا، هي قناة طبعا القنوات الارضية. حبيت يعني هجيب لك حاجة مفيدة بسرعة، وبقول لك نزل يلا القنوات، او عايزك تنزل بسرعة القناة دي عشان تتفرج على مباراة الاهلي والقطن الكاميروني على طبق متر زي ما انت شايف، وعدسة قديمة والاشارة ثابتة معايا وجودة حلوة جدا اهي. دي كده القناة يا شباب، يا رب يكون انت شايف كل حاجة. كنتم مع سيد ماهر من قناتي على اليوتيوب.